بدعوة من فريق أجاكس ميامي، حل فريق رحال لأقل من 15 سنة بمدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف المشاركة بدوري الصداقة الأمريكية المغربية وبحضور 8 فرق، وذلك يومي السبت والأحد. وصلنا البارح في ظروف جد جيدة. اليوم جينا للتعرف على الملعب، الحمد لله الأجواء كلها جميلة، وكنتمنى يكون واحد الإقامة جميلة بالنسبة للأطفال اللي تعود عليهم بالنفع، وتكون واحد الإقامة اللي هي ناجحة لا من ناحية الرياضية ولا من ناحية الاجتماعية. وعلى هامش هذه المشاركة سيحظى أطفال النادي بزيارة مدينة ميامي وبورت سانت لوسي وأورلاندو ومدينة الألعاب ديزني لاند ومحطة الفضاء كاب كانافيرال. وكان نادي رحال قد شارك الشهر الماضي بكأس العالم للأكاديميات مارسيت ببرشلونة فئتي أقل من 11 و 13 سنة واحتل الرتبة الرابعة، وسبق للنادي أن شارك وبجميع فئاته منذ 12 سنة في مجموعة من الدوريات بعدد من الدول كفرنسا وإسبانيا والسويد والدنمارك والجزائر والصين.